اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنلعب لعبه رعب اسمها المستشفى المرعبه اللي هي هورور هوسبيتال 2. طبعا انا كنت عايز العب باتشر اكس، في ناس قالوا لي العب باتشر اكس، بس للاسف في عندي مشكله كل ما اشغلها بالمحاكي تقفل، وجربت كذا محاكي برضو بتقفل، بيقول لي ستوب ريسبوندنج، ما اعرفش ليه. هل اللعبه مصممه ان هي تشتغلش الا على الموبايل بس، ما ينفعش على محاكي؟ صعب، اعرفش العب العاب الموبايل الا من محاكي بصراحه، فمش عارف. اللي يعرف حل يا ريت يقول لي. النهارده هنلعب لعبه هورور هوسبيتال 2، يلا بينا. انا بقلق الصراحه من العاب الرعب يا جماعه، بس عشان خاطركم قلت نجرب لعبه رعب. اوكي، ده الدنيا ضلمه خالص يا جماعه، انا مش شايف اي حاجه خالص. في اصوات غريبة. يخرب بيتك، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ البت المتوحشة اللي حضنتني دي. ايه ده، انا مش عارف الف بالماوس، انا كنت بعرف الف. ايه اللي حصل؟ كده في أصوات غريبة. مش كان المكان ضلمة خالص، فمش عارف يعني. المكان عايز أعرف إيه البت اللي حضنتني دي من أولها دي. طيب وفي ايه الكراتين اللي بتترفع لوحدها دي؟ في ايه؟ ده فريد جاي تهزر بقى. يا ساتر يا رب. هنا في الكراتين اللي بتترمى دي؟ ده ايه ده؟ ان شاء الله ده مفتاح. اوكي طيب، انا معايا دلوقتي مفتاح، ماشي، ومعايا ايه ده، شمعة دي ولا ايه؟ معايا مفتاح ومعايا وفي. طب ده مفتاح ايه؟ طيب العاب الرعب دايما يا جماعه اغلبها يعني بتبقى مرتبطه بالالغاز، يعني مش مجرد رعب بس، لا بيبقى رعب والغاز. بس في صوت مرعب قوي كل شويه كده، سامعين البنت اللي بتغني دي؟ طب حتى المفتاح ده مفتاح ايه؟ حد هيلق كراتين تاني؟ طيب يا ترى ده مفتاح ايه يعني؟ اصل انا ما شفتش باب اصلا محتاج مفتاح لحد دلوقتي. ايوه دي بال نفتح الباب ده. حلو، انا كده دخلت بيت اهو. معرفش هل انا عشان معايا المفتاح قدرت افتح الباب ده اصلا، انا مش عارف المفتاح ده ليه علاقة بالموضوع ولا في ايه. في ايه؟ طيب يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يعني ما انا مش فاهم يعني، هم عمالين يكسروا ليه كده؟ طيب هو الوحوش متعصبين ولا ايه؟ عفاريت متعصبة كده ليه؟ طيب ما يهدوا علينا. هو في حد كلمهم من دول؟ مش عارف ايه. طيب نشوف كده ايه هنا. حد هيكسر تاني اللي في الارض ده؟ طيب احنا ممكن نروح هناك كده نشوف في ايه هنا. البيت الاوضه دي مثلا ما دخلتهاش قبل كده، ديت دي
اوه ايدي ايدي، يخرب بيتك يخرب بيتك، ايه ده؟ لما رحنا اشوف عايز ايه، احنا نروح للوحوش ما يهمناش. طبعا امال ايه، انا قاعد اقول كده، واول ما وحش يظهر لي اجيب ورا على طول. المكان ده انا كنت فيه يخرب بيتك، ايه ده ايه ده، ايه اللي ماشي ماشي مالت ده؟ ايه ده، هو في ايه في اللعبه ده يا جدعان؟ ايه ده، في ايه؟ طب بيكسر ليه؟ هو في ايه يا جدعان بجد؟ اللعبه مريبه كده، تحس كده في حاجات غريبه كده بتحصل، مش عارف في ايه. ايه ده، لعبه عجيبه. طب الوحش اللي جرى ده يعني راح فين؟ بس ما الباب كلها مقفوله، يعني هو دخل وقفل وراه مثلا. طب اللي لقيته ده مفتاح، مفتاح ايه بقى يا ترى؟ طيب انا كده معايا مفتاح، ماشي، ده مفتاح ايه بقى؟ كده انا هخرج بقى من المكان ده. ايه ده، حلو، انا خرجت من المكان ده وفي سلم. طيب لو انا نزلت، هو في صوت مش طبيعي، حد بيعيط. اوه ايه ده، بص في ايه تحت، مش عارف انزل. ايه ده، انا ايه ده، انا لزقت تهنيجة دي ولا ايه؟ طب اطلع، طيب ولا عارف اطلع ولا عارف انزل. خلاص هطلع. اوه يخرب بيتك، هي الوحوش بتظهر كده فجأة. ايه ده يو ضايد. طب ده ما كانش في حد اصلا. خضيت بيتك ده، يعني اطلع كده. اهدي اهدي. طيب يبقى اذا لازم انزل، طالما كده يبقى لازم انزل. ايه ده، خلاص التهنيجة راحت. هو لازم اطلع فوق اتخض الاول، يعني بمعنى يعني ما ينفعش انزل كده عادي، لازم اطلع اخد الخضة وبعد كده انزل، غير كده هيحصل جليتش والسلم هيعلق، حاجة غريبة يعني، عايزين يخضونا بأي طريقة. طب البنت دي مالها؟ يخرب بيتك، عاملة مسكينة وعمالة تعيط، وأول ما قربت منها وبقى في الآخر اختفت. أنا مش فاهم، احنا في فقرة الساحر ولا في ايه؟ بجد لعبة. وده الراجل اهو، الراجل اهو، الراجل اللي انا شفته كان بيدري مالت ده. بتاكل ايه يا ابني؟ طب اتكلم معاك يا حبيبي. طب انا هنا، انت مش شايفني؟ طيب انا واقف فوقك يا ابني. مش طيب، طالما بس ما يغدرش بيا وانا عمال ادور في الحاجات دي، ويجي فجأة من ورايا ويقوم ايه. هوب، بتاكل ايه ده وموس؟ ايه ده، عيب كده يا ابني، البس حاجة يا ابني. طيب انا خايف حد يكسر عليا حاجة، بس هو المتاع ايه ده بقى، الباب اتقفل يا جدعان. ايه ده، في ايه؟ طب اللي بيرزع ده مين؟ في ايه؟ اللعبة دي بصراحة انا اتحبست هنا على فكرة، مش كان مش شايف حاجة اصلا، يعني اللي عارف ارجع، يعني حتى الباب ما بيتفتحش، انا كده اتحبست. طب ماشي، انا مش عارف ارجع حتى، لازم اكمل. مش كان مش لعبة غريبة جدا. ايه ده، الباب اتفتح. ايه ده، ما ينفعش اطلع من المكان ده، لازم الاقي الملفات. طب هي ملفات ايه اصلا؟ يعني انا حتى مش عارف. طب مش عارف انا بدور على ايه. طيب هو على الاقل اعرف انا بدور على ايه، يعني ما بقاش. اوه تاني يعني.
انا كل ما اخش مكان لازم اتلاقي كده في حاجه مش عارف ايه ده في ايه يعني مش فاهم. ده الباب ده انا مفتحتوش تقريبا. الباب ده متهيألي انا مفتحتوش. الملفات اهي. حلو. الله ما يجيليش حد بقى. انا كده لقيت الملفات. والله ما يجريش حد كده اقدر اخرج من الباب عادي. ايه ده انا كده المفروض اهرب خلاص. خلصت اللعبة ولا ايه؟ زي ما يكون واحد راكب موتوسيكل يكون شاركب معاه ونهرب. ايه ده شكلها كده. خلاص هركب موتوسيكل واهرب. ايه ده خلصت. To be continued يعني هيبقوا يعملوا لها اجزاء تانية. بس حلوة فكرتها حلوة بس تعتبر لعبة صغيرة جدا يعني. صغيرة جدا جدا يعني. اتمنى لو عجبتكم الفيديو يا جماعه وعايزين نلعب العاب رعب كتير تكتبوا لي في الكومنتات وعايزين 5000 لايك على الفيديو بس كده. وشكرا جدا لكم ونلقاكم اخر في فيديو جديد.